مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حلقة ثانية من برنامجكم الواقع هو هذا. نتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير فين ما كنتوا. سعيدة بلقائكم، سعيدة بالتواصل معكم، وكنرحب بكل الأوفياء اللي كيتابعونا وكل المشاهدين طبعا الحال اللي كيتابعونا من خلال هذا اللقاء الأسبوعي، واللي كيجمعنا بكم على موقع لالا بلوس طبيعة الحال، واللي كتشاهدوا أيضا على صفحات الفيسبوك الخاصة بلالا بلوس وبإذاعتكم القريبة منكم ميد راديو. اليوم الدردشة ديالنا غادي نحاولوا من خلالها أننا نفتحوا الباب ديال النقاش عبر يعني ثلاث نقاط من العالم على ما كنعيشوه حاليا جراء فيروس كورونا وبطبيعة الحال حجر الصحي. ولهذا الغرض اليوم حاضرين معايا ضيفات كريمات ومشرفيني، وأنا سعيدة جدا بالاستضافة ديالهم. حاضرة معنا بطبيعة الحال حنان عبد الله، وهي إذاعية مغربية كتشتغل حاليا بإذاعة مونتي كارلو الفرنسية التابعة لفرانس 24. مساء الخير حنان. مساء النور سكينة، مرحبا بك. مرحبا مرحبا، أهلا بكم ورمضان كريم. أهلا وعليك باش ما تمنيتي إن شاء الله بإذن الله. أيضا حاضرة معنا ومشرفانا الإذاعية منال سعادة، صحفية وإذاعية براديو دلتا ومجلة سيدتي. أهلا وسهلا ومرحبا بك منال. يا هلا أهلا فيك ورمضان كريم، إن شاء الله يا رب يعود عليكم بالخير يا رب وعلى كل العالم. سعيدة باستضافتك ومرحبا بك. وأنا أكثر. أيضا حضرة معنا الصحفية إيمان عبد الهادي، صحفية مصرية وهي مساعدة رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائية مؤسسة أخبار اليوم. مساء الخير سيدة إيمان. مساء النور، إزيك يا سكينة؟ مساء النور عليكم وعلى كل الأمة العربية، كل سنة وانتم طيبين. أهلا وسهلا ومرحبا بك. كانت مبرمجة أيضا ضمن الحلقة أن نستضيف سيدة زينب بنت خميس زاد الجلالية، وهي صحفية عفوا بجريدة الوطن العمانية، ولكن للأسف تعذر عليها أنها تكون معنا تقنيا. وغادي نمشي مباشرة عند ضيفات الكريمات. بطبيعة الحال إحنا جميع كنتابعوا هذه الجائحة العالمية على المستوى العالمي، إلا بغينا نقولوا الحياة شبه متوقفة. اليوم كنواجهوا عدو لا يرى بالعين ولكن قد يفتك بالعديد من الأرواح، وذلك ما شهد في العالم. غنبداو بباريس، نبغيو نعرفوا بداية حنان، يعني شنو هي الأجواء في باريس، كيفاش كيتم التعامل مع الحجر الصحي، وحتى بعض الأرقام إلا كانت الإمكانية. مجددا اهلا بالجميع وكل من يتابع هذه الفقره. بالنسبه سكينه، كيف هو الحجر في باريس؟ فربما العالم باسره تابع كيف جرت الامور هنا بفرنسا. كان تقريبا في منتصف مارس اجراءات حجر جد صعبه، يعني كان حجر تقريبا كلي على مجمل الفرنسيين. حاليا نستعد ابتداء من الاسبوع المقبل الى يعني الخروج من الحجر، ولكن بشكل تدريجي. الحجر كما تعلمون جميعا هو التوقف عن العمل، هو التوقف عن الحياة الاجتماعية، هو التوقف عن يعني زيارة العائلة الأصدقاء وما إلى ذلك. كل شخص يعيشه حسب نفسيته، حسب الأجواء اللي راه يعيش فيها، حسب الأمور اللي متوفرة أمامه. اللي هو ظاهر هو أن الفرنسيين يعني منذ الأيام الأولى من الحجر حاولوا أنهم يبقوا في حجر يعني بلوزوموا أو نسبيا كلي، ولكن للأسف شديد لم يتم احترام الحجر بشكل جيد، وإلا ما كانش عندنا ربما ارتفاع في عدد الإصابات التي توالت في الارتفاع، بالرغم من أننا قمنا بحجر مشدد والإجراءات كانت مشددة، إن كان فيما يخص التنقل من مقاطعة إلى مقاطعة، فيما يخص التنقل مثلا أنا أعيش في باريس داخل باريس وخارج باريس. ولكن المهم أن الأمور في النهاية تسير نسبيا، لن أقول يعني ليست على ما يرام، ولكن نسبيا جيدة. يعني
منكي طبعا الحال حنان، سأنتقل إلى منال، وأكيد أن الدردشة ما زالت يعني ستحملنا إلى نقاش آخر. منال، بداية، ما هي أجواء الحجر الصحي بلبنان، خاصة وأنه الظرفية حسب يعني معلوماتي ظرفية حرجة نوعا ما واستثنائية بالبلد؟ نعم، نحن يعني من وقت ما وصل للأسف هالفيروس على البلد، والشعب والوزارة كمان وزارة الصحة على حد سواء، يعني كتير كانوا واعيين الحمد لله، وقدرنا أنه نلتزم. واليوم نحن عنا حوالي 7 مليون مواطن عايشين بهذا البلد الصغير، وما تعدت 700 حالة، يلي أكتريتها أغلبيتها حوالي 90% مش خطرة أبداً. حالات الوفاة اللي صاروا واللي عددهم قليل جداً، حوالي 20 إذا ماني غلطانة يعني، بس الرقم مني أكيد منه، بس حوالي هالقد كانوا ناس مريضة أصلاً وكتير كتير كبيرة بالعمر، ملتزمين لحديت هلا. ومؤخرا يعني صدر عن الوزارة بيان أنه يجب العودة إلى الحياة العملية بشكل تدريجي مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية للسلامة العامة، على أمل أنه هالفيروس فجأة يختفي ونعود جميعا والطبيعية. نعم نعم. منك منال سأنتقل إلى إيمان. يعني إيمان، معروف أنه الشعب المصري يعيش أجواء خاصة خلال شهر رمضان، لها خصوصية يعني استثنائية، شيء الذي يدفع العديد من الناس إلى الخروج للشارع. فكيف تتعايش يعني الشوارع المصرية مع الحجر الصحي، خاصة وأنه الكثافة السكانية يعني ظاهرة وبارزة وقد تتسبب شيئا ما في انتشار الفيروس؟ هو غابت أهم حاجة بتخلي الناس تخرج يعني وتنتشر في الأماكن العامة، المساجد، غلق المساجد عندنا، فخلى نوع كبير من الحظر إن هو يتم. إحنا عندنا حظر من الساعة 9 مساء، يعني تقريبا بعد الفطار بحوالي ساعتين. ففي في انتشار، لكن في الأماكن الداخلية، الشوارع الداخلية اللي هو عبارة عن ألعاب كورة تقريبا في الشوارع بين بعض الشباب، تجمعات بسيطة. للأسف احنا عندنا رغم ان احنا 100 مليون، بس احنا عندنا مش حاسين كتير بالمشكلة لحد دلوقتي. يعني في خروج كتيرة جدا وفي انتشار كبير جدا، الإجراءات المشددة مش حادة من ظاهرة الانتشار في الأماكن العامة والتجمعات. الناس عايزة تعيش الحالات العامة اللي موجودة، الأجواء اللي بتحب تعيشها دايما. صحيح غابت، غياب المساجد والذهاب إلى المساجد مؤثر كتير على نفسية الشعب المصري، تقريبا في حالة اكتئاب. التواجد في المنزل، الحجر الصحي، عدم الخروج، عدم التزاور في رمضان، كل دي عاملة أزمات نفسية لدى أغلب الشعب. لكن عندنا وقت كتير، يعني مش الإجراءات عندنا مشددة لدرجة إن في حجر تام، لا، في حجز من الساعة 9 مساء ل6 صباحا، فدوت برضو مساحة نوعا ما من انتشار محدود. احنا عندنا حوالي 6200 إصابة، عندنا حوالي 450 حالة وفاة، عندنا في حالات استشفاء كتير، عندنا متابعة كبيرة للمخالطين للحالات المصابة. عاوز أقول لكم إن عندنا زميل صحفي توفى جراء فيروس كورونا، دوت مؤثر كتير طبعاً على الجماعة الصحفية، مخلي إن إحنا لازم كلنا ناخد بالنا من شغلنا ومن نزولنا ومن انتشارنا. فإحنا عاملين شفتات عمل، يعني في جزء بيروح، في جزء بيستنى في البيت، مع تغيير الجزء اللي كان موجود في البيت بعد كده هو اللي بينزل شغله. في حالة من التوتر كبيرة جدا في المجتمع. نعم، ربما هي الأرقام يعني تشير إلى خطورة الموقف بمصر وبباقي يعني الدول سواء العربية أو الأوروبية. سأعود لك يعني حنان، ربما يعني المغرب كان سباق
في التدابير اللي تم اتخاذها من أجل تصدي الفيروس كورونا، بحيث أنه تم إغلاق الحدود في واحد الوقت اللي هو يعني ذكي، تم إجراءات، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللي هي صارمة، الشيء اللي خلانا اليوم ربما في هذه اللحظات اللي كنتكلموا فيها أمام يعني 5000 حالة تقريبا، وعدد الشفاء أيضا راه في ارتفاع، لأنه ربما الأرقام يعني كتشير 1653 حالة اللي يعني اللي تشافات، 179 وفاة. هذا الشيء كنقوله بطبيعة الحال أثناء سجلنا للبرنامج، لأنه ربما ستتغير الأرقام خلال اليومين القادمين. مسألة اللي خلات أنه يتطرح واحد النقاش، لأنه ما بين أننا نجلسوا في الدار نشغلوا عن بعد إلى غير ذلك، ما كنتكلموا على المجال الإعلامي راه صعب باش نشدوا البيرو ونقلوه للدار ونحاول أننا نشغلوا من الدار ونتفادوا يعني ربما ضغوطات المحيطة ديال البيت، وفي نفس الوقت توجد الخدمة ديالك إلى غير ذلك. فحنا اختارينا هذا المسار، هذا كنشغلوا من بيوتنا رغم صعوبة الموقف، الخروج فعلا للضرورة القصوى، وإلا رحنا في جورنا تجاه لنوعا ما إعلاميا ومهنيا كان صعب. ماذا عنكم من يعني أنتم في فرنسا، كيفاش كانت طريقة الشغل بالنسبة لنا احنا في فرنسا؟ أذكر بأنه فرنسا كانت بؤرة الفيروس، يعني بالإضافة لإسبانيا وإيطاليا. غنعطي فقط آخر الإحصائيات وأنتقل مباشرة إلى الطريقة التي نظمنا بها العمل داخل الهيئة. بالنسبة لفرنسا وصلنا في عدد الحالات التي شفيت أكثر من 50,000 حالة، عدد الوفيات كبير جدا تجاوزنا 25,000 حالة، وعدد الأشخاص الذين شفيوا من الفيروس يعني أكثر من 132,000 حالة. أوكي؟ بالنسبة للتنظيم العمل، أظن بأننا في الإعلام بشكل عام ربما اكتشفنا الجانب الإبداعي في الشخص، اكتشفنا ربما أنا مثلا أنا أعمل في هيئة اللي هي أكاديمية الإعلام السمعي البصري الخارج الفرنسي، اللي هي فرانس ميديا موند، اللي فيها إذاعة مونتي كارلو الدولية، فيها تلفزيون فرانس 24، فيها راديو فرانس انترناسيونال اللي هي إذاعة فرنسا الدولية، يعني هيئة فيها أكثر من 2000 شخص تعمل يوميا في نفس المكان. يعني تنظيم الأمور هو أنه بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أولاد، اللي عندهم ناس كبار في العمر في البيت، اللي عندهم حالة صحية نسبيا حرجة، هاد الناس كلهم اشتغلوا من البيت. بالنسبة للأشخاص اللي يعيشون يعني سينجل، يعني عايش بوحده في داره، أو لا السيدة عايشة بوحدها في دارها، فليس مفروض عليها أن تذهب للعمل، ولكنها إذا أرادت تروح للشغل هناك إجراءات سلامة صارمة جدا، هي أنك تعقم إيديك، تحط الماسك، هناك تعقيم للأماكن التي نعمل فيها طيلة النهار، يعني كانوا ناس معنا كل ساعتين ساعة يعقمون المكتب، يعقمون الميكروفونات، يعقمون المكان وما إلى ذلك. جميل في الموضوع عزيزتي سكينة هو أنني أنا شخصيا لأول مرة في حياتي أمارس مهنة الراديو من البيت، هي أنك تكوني مجهزة بكل شيء، عندك ميكروفون، عندك أورديناتور يعني كمبيوتر، وبإمكانك أنك تقومي بهذا العمل في وقت ربما احتجنا فيه في السابق. مثلا فرنسا عاشت فترة من الأزمات، عاشت لجيليجون سترات الصفراء، عاشت الإضراب الكبير اللي الإضراب بعده مباشرة دخلنا في فترة كورونا، وخلال الإضراب النقابات الفرنسية كانت اقترحت برنامج أنه الناس تعمل من بيوتها، والحكومة رفضت، ولكن اليوم تفرض الحكومة على الناس أن تعمل من داخل البيوت. فهنا ربما أرباب العمل اكتشفوا بأن الشغل من البيت ممكن، ولكن حسب ظروف معينة، حسب اتفاقيات معينة، وهذا الشيء خلانا أننا نبدع في المجال، لأننا ربما أصبحنا أكثر حضورا على السوشيال ميديا مثلا. بالنسبة لنا احنا اللقاءات أصبحت ربما تغطي كل الصفحات وكل المواقع الخاصة بالإذاعة، أصبح هناك تفاعل أكثر مع المتلقي، أصبح تفاعل أكثر مع الضيوف، وكل شخص جالس في داره وتقوم بهذا الأمر هذا من البيت. فربما أنا كنظن بأنه تجربة جميلة جدا غتبقى في الذاكرة، لأنه ما عمرنا عشنا احنا، لم نواكب أوبئة، ولسنا من الأجيال التي عاشت فترات كهذه، ولكنها تجربة جميلة جدا. الجميل فيها أننا أبدعنا في هذا المجال، يعني أنه شهاب الجانب الإيجابي، برافو عليك. من الجانب الإيجابي، علما أنني أنا ما قمتش بالحجر بشكل كلي، أنا يوميا كنت كنروح للمكتب، ولكن كنت تقريبا احنا كنا 3 صحفيين من بين 80 اللي كان لازم عليهم يحضروا في الراديو،
وإحنا يا أصبحنا الجوكر، يعني تعمل برنامجك، تعمل برنامج ثاني، تشتغل مع الأخبار، تقوم بفقرات، فربما فقط هذا هو الشيء اللي كان صعب، أنك تغطي كل التوليفخون، يعني كل الجهات، هذا هو الشيء اللي كان شوية صعيب، لأنه عندك عملك وفي نفس الوقت لازم تساعد، وهذه الفترة هي فترة تعاون وتآزر، فهذا هو الشيء اللي ربما كان خدمه بلمن تأفوا بزاف، بلما تقول ناري جون بو بلو ولا، فهمتيني؟ يعني مرحلة اللي خاصنا نتعاونوا فيها بدون ما نقولوا الويكاند خاصني نرتاح وخاصني نخرج وخاصني ندير كل شيء، يعني مركز على العمل ديالو بطبيعة الحال. انتقل عندك منال، ماذا عنك؟ كيف يعني وضعت إطار الشغال، يعني وأيضا الإطار المؤسسة التي تشتغلين، فكيف كان التعامل مع يعني الفيروس، وكيف حماية الصحفيين والصحفيات اللي كيشتغلوا بطبيعة الحال؟ هلأ نحن للأسف القطاع الإعلامي أكتر مين تأثر، هن المصورين يلي بيروحوا بيصوروا الإيفنتس، الحفلات والتجمعات والنشاطات والافتتاحات. للأسف أنه هدول الناس، هالفئة أكتر ناس تأثرت على الصعيد المعيشي والمادي، لأنه كانت عم تعيش وعم تقطط من وراء هيدول الاحتفالات والأحداث يلي وقفت بسبب الأزمة اللي كنا مارقين فيها، ويلي هي نحنا الثورة بلبنان قبل الكورونا. يعني صار لنا فترة كتير طويلة نحنا كتير مأثرين. بالنسبة لنا نحنا كصحفيين موجودين وراء مكاتبنا وراء الميكرو أونلاين، قدرنا نتابع شغلنا من البيت. أنا شخصيا كنت عم بطلع على الفيسبوك أونلاين مع المستمعين مع المشاهدين، أوقات لايف إنستغرام. لا للأسف أنا نحنا هون بلبنان، يعني إن كان بإذاعتي أو بإذاعات أخرى ما حدا نقل الميكرو لعنده على البيت، بحسد حنان أنا على القطوة، بس نحن هون للأسف ولا أي إذاعة سمعت أنا أنه عملت هيك. نحن كنا عم نطلع كلنا تقريبا من خلال السوشيال ميديا، بس أنا من خلال سؤالك عن جد أكتر ناس حبيت ضوي عليهم هن اللي مصورين، كتير 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 تأثرنا بوضعهم. ما في مصور ما تأثر، كان لازم وزارة الإعلام توقف إيد بإيد جانب هالمصورين، ما بعرف أي متى ممكن توقف أو تعمل هيك خطوة، بس تعرفي نحن بلبنان عم نمر بأزمة كتير طويلة، يعني مين ولا مين قادرة تساند وقادرة تلحق. ما بعرف شو كيف بدي عبر، يعني للأسف كل الوزارات وكل القطاعات نحن عنا لورا للأسف. خير إن شاء الله بإذن الله، الخير في القادم إن شاء الله بإذن الله، الخير في القادم إن شاء الله بإذن الله. يا رب. يعني أستاذ إيمان، قد أشرت إلى طريقة الشغال، يعني شغلت عن طريق الدوريات وفرق حتى تتفادوا تفشي الفيروس، لكن هناك تعامل يومي، يعني هناك خروج، لقاء مع أشخاص إلى غير ذلك، فكيف استأنستم كإعلاميين كصحفيين مع هذه الجائحة العالمية؟ هو إحنا بجانب نظام الشفتات عندنا في قرار بمنح السيدات أجازة والعمل من المنزل، يعني أنا بتابع الشغل عن طريق الأجهزة الكمبيوتر أو يعني اللابتوب وما شابه ذلك من كل الأجهزة. بتابع شغلي فيه، عندنا بينزل برضو اللي بينزل عندنا الرجال بنظام الشفتات، السيدات قليل طبعا، مع تماما الإجراءات الاحترازية الصحية، التعقيم، تقريبا متابعة العمل من البيت بنسبة 50%. احنا عندنا كمان اهم حاجة متابعينها الاجراءات الصحية، ما اطلقنا عليه الجيش الابيض المقاوم للفيروس، الاعداد المصابين، الشفاء، اماكن العزل، اماكن العلاج، كل ديت مهمة جدا بالنسبة للشعب المصري. الاعداد يوميا بنتابعها وزارة الصحة، بس احنا عندنا في حاجة الشعب المصري كله بيتكلم فيها، ان احنا عندنا الحكومة والإجراءات الحكومية والاحترازية أكبر بكتير وأكثر وعياً من تصرفات الشعب. يعني إحنا حاسين إن إحنا اللي مهملين،
للأسف موقف عالمي ماشي فقط في مصر. عندنا احنا بس انه عالمي. شيء غريب جدا مواجهة فيروس بالقوة والخطورة ديت. الناس مش قادرة تستوعب دوت، الناس مش قادرة تخاف على نفسها. كلنا بنتكلم لكن كلنا بنتصرف عكس ما نتكلم تماما. الحكومات عمالة طبعا فينا يعني، بس عامل مداخلة صغيرة، انه للأسف يعني نحن شاهدنا مقاطع فيديو عديدة لعدد على عدد، يعني ما بدي أقول عدد كبير، بس في كتير ناس مسلط عليها الضوء من فنانين من إعلاميين كانوا للأسف عم بيعملوا تصاريح فيها شوي استخفاف بموضوع الفيروس، ونحن شعب قوي ونحن شعب بناكل فسيخ ما حيحوق فينا الكورونا، وكورونا إيه ومع كورونا إيه، وعندهم هن فانز وبيتأثروا. يعني فعلا أنه استغربت أنه أخذين الموضوع على محقل الجنة. منال حتعملي لنا أزمة سياسية يا منال. لا 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 منتشرين الفيديوهات منزلوا على السوشيال ميديا للأسف، إنه ليه 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 الاستخفاف بموضوع كورونا ليه؟ أقول لك يا منال، ده حبيبتي كان إمتى؟ ده كان أول فبراير، ده كان لحد أول فبراير قبل ما تظهر عندنا ولا حالة. فكان كله دايما بيتعامل على أساس إن ده شيء بعيد في أرض بعيدة ما عندناش حاجة، فكانت إحساس القوة إن إحنا ما عندناش ده. لكن على عكس بقى أرض الواقع تماما، أول ما ابتدت يظهر حالات خلاص كله سلم بالأمر الواقع، في حالات لازم يبقى فيه إجراءات احترازية، لازم ناخد بالنا. وأول من استخف بالإجراءات أو بالفيروس دلوقتي هم أكتر ناس ملتزمين بالحجر الصحي وقاعدين. ربما أعقب فقط سكينة، أعقب فقط على الأخت إيمان، أنه فعلا كلامها صحيح، لأنه هو من واحد الناحية كنا استهزأنا جميعا في فرنسا مثلا مع بداية يناير لما بدأ انتشار الفيروس في الصين بشكل كبير جدا، بعثت كل الخزان أو المخزون من الكمامات للصين، وكانوا كان يقال في فرنسا أوكي فرنسا لن يحدث شيء، لن يوصل الفيروس. أنا أتذكر لما كنت أروح للصيدلية مثلا كان في كمامات موجودة، وكانت عندي صديقة تقول لي اشتري الكمامة ممكن بعد شهر نحتاج الكمامة، سأقول لها يعني الموضوع في الصين بعيد جدا عن فرنسا. فعلا كان في نوع من الاستهتار، ولكن للأسف ما حد سلم من هذا الفيروس. وربما يعني الصورة عالميا كانت واضحة، يعني بعض الدول التي استخفت بالأمور في البداية للأسف النتيجة كانت خطيرة، شهدنا من ذلك يعني إيطاليا إسبانيا وبعض الشيء فرنسا، نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء في القريب العاجل. أكيد أنه يعني مسألة اللي نفتخر بها كشعب مغربي أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في وقت استباقي وشهد بذلك العالم. ودائما في يعني في متابعه ونوعا ما مقارنه مع فرنسا، يعني تم اتخاذ عده تدابير حنان. اذا حسب معلوماتي 11 ماي سيرفع الحجر الصحي، ولكن حاله الطوارئ ستستمر الى 24 يوليو. صحيح، حالة الطوارئ مستمرة ولكن الحجر لن يرفع بشكل تام، الحجر سيرفع بشكل تدريجي. يعني أولا هناك برنامج وغوش فوالا، هناك برنامج معين لرفع الحجر عن يعني حسب الأزمة اللي تعيشها فرنسا، لأنه هناك أزمة اقتصادية، هناك مطالب من عند أرباب العمل، أصحاب الفنادق، المطاعم وما إلى ذلك، المدارس، كل شيء واقف في فرنسا، وبالتالي حطوا برنامج لرفع الحجر بطريقة أنه نتفادى موجة ثانية أضخم من الموجة اللي عاشتها فرنسا من الكوفيد 19، يعني كوفيد 19. والبرنامج حاليا مازال مطروح في مجلس في مجلس الشيوخ، مطروح في طرحته الحكومة الفرنسية، تم رفضه من طرف مجلس الشيوخ. يعني حاليا المعلومات متضاربة، ما عندناش فعلا برنامج يعني رئيسي سيتم اتخاذه ابتداء من 11 من شهر مايو للخروج بشكل تدريجي من الحجر. كل ما هو أكيد هي أنه صالات السبور مغلقة، المسارح مغلقة، السينما مغلقة، كل شيء مغلق، الأماكن اللي فيها تجمعات مغلقة، المدارس ستفتح بشكل تدريجي، المطاعم بشكل تدريجي ولكن حسب برنامج معين. نعم، فيما يخص البطاقات، لأنه تبعت هذه المسألة كون
كاين كثير من الكلام كيتقال على انه غتكون البطاقه الحمراء الخضراء ايضا البرتقاليه بالنسبه للاماكن اللي اقل ضرر واكثر ضرر الى غير ذلك، ربما اماكن سيسمح بالحركه نسبيا بحريه، اماكن اخرى ستكون اقل. ماذا عن صحه هذه المعلومات؟ واش فعلا هذا الاتجاه غدا فيه نوعا ما السياسه ديال فرنسا باش تخرج من هذه الازمه هذه؟ فعلا فعلا هذا هو البرنامج الذي تتبعه فرنسا حاليا، ولكن يجب الإشارة إلى نقطة معينة وتفصيل معين في هذه البطاقة هذه التي نشرت قبل أسبوع تقريبا من الآن، هو أن الإشارة بالألوان أخضر وأحمر وأصفر ليست إشارة إلى أن هذه المناطق سيرفع عنها الحجر وستكون فيها الحركة بشكل يعني عادي، وإنما الأخضر معناه بأن هذه المناطق الخضراء المستشفيات فيها يعني غادة مزيان وبأنه بإمكانها احتواء عدد مرضى معين. الأماكن الحمراء معناه بأن فيها عدد إصابات كثير والمستشفيات ليس بوسعها أن تسع كل المصابين في حالة ما كانت هناك موجة من الحالات الصعبة. يعني حسب اللون لا يعني، لأنه بزاف ديال الناس خلطوا قالوا بأنه أوكي المناطق الخضراء يعني بإمكاننا أن نمشيو لهذوك المناطق لأنه ستكون فيهم الحركة عادية، لا هي فقط خاصة بالمستشفيات، يعني احتضان المستشفيات لعدد الإصابات لعدد الموتى لعدد الحالات يعني الصعبة من كوفيد-19. يعني الخروج غادي يكون ممكن ولكن بحذر، ولكن بحذر كبير كبير جدا. منال، واش هل هناك يعني تدابير من أجل الخروج من الحجر الصحي؟ الملاحظ بأنه لبنان العدد ليس متفاقم ولكن الخطورة واردة، إذن هل هناك يعني تدابير معينة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة؟ لكن سكينة، نحن عنا هون الشعب ملتزم أكتر، يعني ما بده مين يقول له التزم، يعني نحن شعب كتير التزم وكتير خايف، ما كان ناطر الدولة تمشي وراه يعني مثل ما بيقولوا وتذكروا بالمصيبة اللي هو فيها. منشان هيك الإجراءات هي الإجراءات عم بيقوم فيها المواطن يعني منه لحاله، يلي هو انه يجيب الكمامة، انه ينتبه، انه ما يدق بحدا، ما يفوتوا كتار على السوبر ماركت، وتم تحديد عدد معين من المستشفيات يلي عم تستقبل مرضى الكورونا لحتى يحصروها وعم بعقموها. بالنسبة للشركات عم بتعقم، يعني هذا الشيء عم تاخده هي كمبادرة شخصية، هي عم بتوظف أو عم تطلب من شركات تعقيم خاصة أن تعقم الشركات، وثلاث أرباع الشركات يعني فينا نقول 80% عم بتخلي الموظفين يتبعوا أشغالهم من البيت. ونحن كانت الدولة قايلة أنه بأربعة أيار بدها تبلش تفك الحجر الصحي، ولكن امبارح طلع قرار أنه لا، سيعاد النظر بهذا الموضوع وممكن يصير في تمديد لموضوع الحجر الصحي، ونحن عدد رح يصير في مداورة بالنسبة للوظائف الدولية، يعني الموظف بالدولة بقطاعات الدولة رح يصير في يعني بروجرام بالدور، يوم موظف بيجي تاني يوم موظف غيره وهكذا دواليك. يعني أيضا بلبنان المطاعم والصالونات إلى غير ذلك مقفلة، نحن ما عندنا هيك عفوا، يعني بلبنان أيضا الصالونات المطاعم المسارح صالات سبور يعني مقفلة، مقفلة لغاية الساعة يلي أنا عم بحكي فيها أنا وياكم، ولكن قيل وصدر قرار على أساس أنه نحن الأسبوع القادم رح تعيد الصلاة هيدي اللي ذكرتيها هلأ، فتح أبوابها لاستقبال الزبائن، ولكن نحن كشعب ما زلنا خايفين. يعني أنا اليوم مفروض اليوم يكون سوق فاتح، اليوم أنا توجهت على السوق لأنه كنت قصدي أروح على المصرف، ولا محل فاتح، حتى الميني ماركت الصغير اللي بتبيع أكل كانت مقفلة. يعني نحن كشعب بعدنا خايفين، يعني عم ناخد مبادرات شخصية، هذا اللي كنت عم فسر لك إياه. حتى لو الدولة قالت إنه أوكي رح نفتح، الناس بعدها خايفة. ولكن يعني كيف يتم التعامل مع الاحتياجات اليومية؟ أنت قريبة من المجال وبالتالي لك اطلاع على الأرقام، لك اطلاع على التفاصيل، وفي نفس الوقت أنت يعني إنسانة لك يعني حياتك الخاصة وإطارك الاجتماعي، كيف يتم التعامل مع الحياة اليومية من احتياج حاجيات ومشتريات إلى غير ذلك؟
في سوبر ماركت، في سوبر ماركت كبيرة عم تفتح أكيد يعني، وعم نحاول نحصل على احتياجاتنا يعني على أكثر من احتياجاتنا لحتى ما نقصد السوبر ماركت كتير. أنت بتعرفي لما بدك تروحي على سوبر ماركت بدك ترجع بدك كلك إنك تتعقمي تاخدي يعني الدوش تبعك، تعقمي كل الأغراض، التعقيم بياخد وقت أكثر من التسوق. فمنشان هيك نحن ما عم نقصد السوبر ماركت إلا حوالي يعني كل أسبوعين ثلاثة مرة واحدة فقط. يعني قاعدين بالبيت، قاعدين بالبيت بشكل تام. برافو عليكم. جلوس يعني تصرفات وجلوسكم يحسبوا إليكم. غدا أنتقل لإيمان. يعني إيمان في هذه الظرفية الخاصة، ربما أرجع دائما إلى الكثافة السكانية، كيف لمصر أن تخرج من هذه الأزمة؟ هل ظهرت بعض الاستراتيجيات، بعض الأفكار إلى غير ذلك، أو بعض تصورات يعني من طرف الحكومة والدولة لتجاوز المرحلة؟ تمام. هو ابتدى دلوقتي نحس بأزمة اقتصادية، إن تقريبا كل المصالح الحكومية، كل الخدمات مغلقة. فابتدينا من كام يوم يبتدي فتح جزئي لمثلا حاجات تبع وزارة العدل، الشهر العقاري، ترخيص السيارات، عندنا الأحوال المدنية اللي استخراج الهويات مغلقة بقى لها فترة، المسارح، السينمات، المطاعم كلها مغلقة تماما. فبالتالي في قطاعات كبيرة جدا من الشعب ابتدت تشتكي وتظهر مشاكل اقتصادية. فابتدى يتخف الحظر دوت بأن في بعض الخدمات تبتدي تتفتح، المطاعم ابتدت تشتغل دليفري فقط، مفيش تواجد فيها. كل ديت إجراءات، وكمان مفروض أن من الأسبوع الجاي من بعد انتهاء مدة الحظر التالت اللي احنا فيه دلوقتي، ومع تجديد فترة الحظر طبعا لآخر رمضان، هتبقى فيه إجراءات تانية بالتأكيد تتاخد للدعم الاقتصادي لقطاعات كبيرة جدا في الدولة، خصوصا ان احنا المطارات تقريبا برضو مقفولة من فترة كبيرة، القطاع السياحي مقفول من فترة كبيرة، الخدمات مقفولة من فترة كبيرة، كل الأمور الترفيهية، المولات، المحلات بتغلق تماما. فكل دوت هيبقى فيه إجراءات تانية مختلفة، هتتفتح حاجات بشكل جزئي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية بشكل كبير. يعني دلوقتي ألزموا من يتجه لتجديد ترخيص سيارته أو عمل توكيل أو ما شابه ذلك، ضرورة بارتداء الماسكات الصحية والقفازات، شرط أساسي في دخول المكان نفسه. في اتجاه من أول أيام العيد إن شاء الله لعودة العمل ببعض الفنادق بشكل برضو مختلف وبإجراءات وقائية واحترازية. الأسبوع اللي احنا فيه ده إن شاء الله هتتخذ الحكومة في نهايته إجراءات مختلفة، لأن في أزمات اقتصادية ابتدت تظهر. مواجهة الفيروس أساساً كلفت كتير جداً جداً الدولة، القطاع الصحي كلف كتير جداً، توقف القطاع التعليمي عندنا ده مشكلة كبيرة، الاختبارات الثانوية العامة دي قربت ودي برضو هيبقى ليها تكلفة عالية جداً، في مجالات كتيرة جدا مغلقة، فده مكلف الدولة كتير قوي ومكبد الأفراد كتير جدا، بدليل ان ابتدت جهات غير رسمية لدعم الأفراد اللي اشتكوا واللي تعبوا جراء توقف كتير قوي من قطاعات الدولة. نعم. يعني ربما يعني الصورة هنا واضحة بشكل أكبر في هذا الاتجاه. هذا نتجه ليك يعني حنان. حنان اليوم أنت ربما كتعيشي في باريس، ولكن راه هناك جزء منك كاين في المغرب. فبصفة عامة يعني ملي كتحطي في الصورة وفي المقارنة، شنو هي القراءة اللي يمكن أنك يعني تحطيها في التصور ديالك أمامك في التعامل مع هذه الأزمة؟ التعامل مع هذه الأزمة تريدين القول يعني مستقبلا أو لا قراءة بشكل عام يعني اللي فات؟ قراءة بشكل عام، شنو اللي وقع إلى غير ذلك؟ يعني أنت كإعلامية كنت قريبة من الحدث، عايشي الحدث في بلادك وعايشي الحدث أيضا خارج بلادك، يعني كيفاش كتشوفي الأمور التطورات ديال هذا الفيروس هذا؟ شوفي سكينة، كاين واحد النقطة مهمة جدا اللي ربما المغاربة، بزاف المغاربة ما عارفينهاش بحكم أنهم لا يعيشون في فرنسا ولا يعرفون التفاصيل الصغيرة اللي كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل. فرنسا في فترة من الفترات نقلت الإنتاجية إلى بلدان أقل كلفة كالمغرب أو تونس،
يعني شمال إفريقيا إلى إفريقيا، في إفريقيا الوسطى إلى أوروبا الشرقية، وبالتالي تخلت عن الإنتاجية الداخلية. لما جاء كورونا الناس كيقولوا بأن فرنسا لا تستطيع أن تنتج كمامات وما إلى ذلك. أولا لأن فرنسا لما بدأ فيروس كورونا بالانتشار في الصين لم تفكر ولو لوهلة بأن الفيروس سيصل إلى فرنسا، وبالتالي بعثت بكل شيء إلى الصين. ولما احتاجت فرنسا في وقت الحجر، لما أعلنت عن الحجر واحتاجت إنتاج كمامات، ليست هناك يد عاملة تنتج الكمامات، وليست هناك مصانع يعني بشكل كبير بحال اللي توفر عليها المغرب، بحكم أنه عنده كانت عنده يد عاملة توفر إنتاج الكمامات بشكل كبير جدا. هذا من واحد ناحية، بالإضافة إلى أسباب سياسية وما إلى ذلك. ربما إحنا في فرنسا أي حاجة كيخصها اتخاذ أو أي قرار يتخذ فيتم التصويت عليه أولا في مجالس معينة كمجلس الشيوخ، الحكومة تتخذ قرارات معينة، ولكن ليست هي الوحيدة الموجودة في البرلمان. هناك أكيد يعني أحزاب أخرى تصادق على المشاريع وما إلى ذلك. هذا هو الشيء الذي غاب من ناحية انتقاد فرنسا، من علما أنها اتخذت الإجراءات في وقت متأخر جدا. يعني ربما احنا اتخذنا الإجراءات في نفس الوقت اللي اتخذها المغرب، اتخذناها في وقت متأخر بزاف، والفيروس دخل وكانت هناك بؤر انتشار، وإحنا مازال نتنهضروا في الحكومة الفرنسية هل نسدوا الحدود لا واش نعملوا كذا. المهم هذا هو لو بلوز امبورطون اوجوردي. جو بونس كو اليوم بشكل عام فرنسا تستعد للخروج من الحجر. اولا علاش حددوا 11 مايو؟ لانه للاسف الشديد الحكومه مصره انها تعمل الانتخابات البلديه. من بين الامور التي ادت الى انتشار الفيروس بشكل كبير جدا هو انها تشبثت بالقيام بالانتخابات في الدوره الاولى لزاد من انتشار الفيروس. بعد ما قاموا بالانتخابات قالوا احقا غادي نديروا الحجر، داروا لنا الحجر، ودابا باش يديروا الانتخابات الدوره الثانيه من الانتخابات البلديه باغين يفرضوا في مجلس الشيوخ التصويت على رفع الحجر ابتداء من 11. علاش هما باغين؟ فقط انه الانتخابات البلديه تدوز، لانه الحزب الحكومي باغي انه يخرجوا بنتيجه. هذا من واحد ناحيه. يعني للاسف شديد فرنسا تفكر في الامور السياسيه ولم تفكر في أمور استباقية ولا حلول استباقية ولا إنتاج مثلا كمامات ولا توفير بعض الأمور الضرورية، علما بأنه من الناحية الاجتماعية ما يمكنش أن ننتقد فرنسا، لأنه أعطت مساعدات للشركات، أعطت حافظت على الرواتب بالنسبة لعدد كبير من موظفيها. فقط الأشخاص اللي فعلا تركوا العمل خلال هذه الفترة أو مضطرين أنهم يشتغلوا من البيت حصلوا على نصف الراتب. هناك مساعدات للشركات الصغيرة، الشركات الكبيرة وما إلى ذلك. من هذه الناحية المساعدات إني غيانا ديع ما عندي ما نقول، ولكن سنخرج من الحجر تدريجيا إلى أزمة اقتصادية، بحكم أن أرباب العمل اليوم يعني كل شركة، فرنسا عندها يعني شركة كبار، كل شركة اليوم توجه رسالة للحكومة، رسائل قاسية جدا للرئيس الفرنسي بأنهم ما غاديش يمشيوا معاه في رفع إجراءات الحجر، بأنهم ما عندهمش اليد العاملة الكافية، بأنهم ناقصينهم فلوس وما إلى ذلك. فأظن بأننا مازال فرنسا بعدا، مازال الموضوع مستمر إلى غاية شهر أكتوبر، علما بأن الاسباس شينغن أوروبا بشكل عام الحدود ديالها مغلقة إلى غاية منتصف سبتمبر. فيعني إحنا مازالين في الموضوع إلى أكتوبر. هو الظاهر أنه يعني الأزمة مازال مطولة شي شوية، ولكن إن شاء الله بإذن الله ربما غتكون بعض الانفراجات، يعني حتى أنه الإنسان يحاول أنه يرجع نوعا ما الحياة الاعتيادية بعيدا عن ما هو يعني سياسي، ربما ما هو اجتماعي سيعود تدريجيا، لكن الصورة السياسية أكيد أنه يعني ستختلف وستكون تغييرات مهمة جدا، ربما هناك تنبؤات تغيرات عالمية، ربما ماشي فقط يعني ماشي فقط غير دولية. فأملنا إن شاء الله أنه يكون خير في القادم بإذن الله. وأكيد أنه يعني ملي تكلمتي على التدابير بطبيعة الحال ما غاديش تفوتني فرصة أنه نتكلموا أيضا على التدابير اللي تم اتخاذها في المغرب. يعني المغرب أيضا تم اتخاذ تدابير بشكل اللي هو يعني بشكل اللي هو صارم في وقت اللي هو لو بغينا نعتبروه وقت دقيق جدا، يعني تم إقفال الحدود البرية والجوية والبحرية، أيضا تم يعني إصدار قانون الطوارئ لطبيعة الحال تسير المرحلة، أيضا الناس
التزمات نوعا ما بالحجر الصحي، وربما الشيء اللي خلى انه الارقام ما تكونش ارقام كبيره كيف ما شفنا في دول اخرى الى حدود الان املنا انه نتجاوزها. والى حدود الان حسب يعني مديريه الاوبئه فالمغرب مسيطر على الوباء، املنا انه نزيدوا نساعدوا بعضياتنا باننا نجلسوا في جورنا وما يكونش يعني بعض التصرفات اللي ممكن انها تخلق ازمه اكبر وتخلق مشاكل اكبر. فيما يخص الكمامات كان واحد نقاش منال عفوا يعني حنان على الكمامات، ربما الفرنسيين شافوا بان هذه المبادره في المغرب كانت مبادره يعني في واحد الوقت استثنائي كان نقاش عليها عدم وجود الكمامات بفرنسا، ربما تواجدت عندنا في المغرب، كانت بعض الاجراءات اللي عطات واحد القوه لنا كمغاربه، ومساله اللي طبيعه الحال نحييو عليها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده، لانه اتخذ الاجراءات في وقت احترازي وقاد المعركه بقياده الرجل القوي بطبيعة الحال وبشجاعة كبيرة. فملي تخلق هذا النقاش سكينة، هل فعلا الكمامة موضع نقاش اليوم، علما بأنه أنا شخصيا أعمل على فقرة خاصة بكورونا مع أطباء من مختلف الدول العربية، من متخصصين في المناعة إلى الفيروسات إلى ما إلى وهذه الأمور هذه، يقولون في كثير من الأحيان بأنه راه الكمامة بالرغم من كل شيء إذا تواجدت مع شخص مصاب بالفيروس غادي يشدك الفيروس. يعني احنا غير تخلق جدل على الكمامه خاصها دار ما خاصها دار. انا شخصيا استمريت في العمل بدون كمامه، اعقم فقط وابتعد عن التجمعات وما كانش عندي علاقه باشخاص اخرين، والحمد لله الامور تمام منذ شهرين ونص تقريبا. يعني هل الكمامه فعلا موضع نقاش اليوم؟ نقولوا بانه اوكي اللي عنده الكمامه راه جنسيبا صراحه من هذه الناحيه هذه جنسيبا. لا، هي مسألة الكمامة يعني احنا فقط أشرنا لها من الجانب ديال أنه يمكن ينتقل الفيروس عن طريق يعني الرفات أو عن طريق عفوا يعني اللعاب ديالنا أو لا التنفس إلى غير ذلك. مسألة اللي خلقت أنه الصورة خاصة تكون على أنه مصاب، تعامل أنت كمصاب وتعامل مع الناس، تحمي الناس منك وتحمي راسك من الناس، فالكمامة جات باش تحمي هذا الجانب هذا. ربما احنا كانت الوفرة يعني كان نقاش كبير في باريس على الموضوع، كان نقاش كبير في فرنسا بصفة عامة عن 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 الموضوع. هذه الصورة اللي أنا بغيت تقربينا لها. أنت ربما اختاريتي هذه المسألة هذه ما عرفناش إمكانية الصح من الخطأ فيها. حنان ديري الماسك ديالك الله يرحم الوالدين. شو دابا بغينا نتلاقاو الصيف الجاي ولا في وسط العام؟ يعني بصفة عامة شنو وقع؟ اللي وقع هو انه كما قلت لك يعني اشرت لنقطه مهمه جدا، هو ان فرنسا ما عندهاش معامل كافيه من اجل انتاج وطني. يعني مثلا من اللي وقعنا في جائحه ككورونا اكتشفت فرنسا بانه عليها اعاده النظر في منظومه الانتاج عندها بشكل عام، بحكم انها دائما اولت الانتاج المعامل خارج فرنسا، قامت ب اون مانيير دو دير لا ديلوكاليزاسيون دي زوزين، إن كان من ناحية إنتاج السيارات كاينة في المغرب في تونس ودول أخرى لغوب دو ليست أوروبا الشرقية، كاينة في إفريقيا معامل تنتج لفرنسا. اليوم فرنسا طرحت لما كان الخطاب ديال الرئيس ماكرون اعترف قال بأنه فعلا فرنسا اليوم عليها إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية ديالها بشكل عام، يعني أن تكون لديها أن يكون لديها إنتاج يعني معامل ومصانع تنتج وطنيا، أن تكون عندها اكتفاء ذاتي، ما تبقاش كل شيء معطي لدول معينة تنتج تلك الدول، لأنه اليوم اللي وقفنا على الإنتاج لقينا بأنه فقط لصنع كمامات وحلنا ونايو دي بروبليم، لدرجة أنه في فرنسا وفي العالم كله ولكن في فرنسا بشكل عام أبدعنا في إنتاج الكمامة يعني ولينا كاملين خياطة، كل شيء عملنا الكمامات ديالنا في الدار تشوفوا افورس اون افي با، ما كانش عندنا لو ماسك فوالا ما كاينينش. ولكن انا بالنسبه لي هذه الكمامه كانت فقط شي حاجه علقنا عليها المشكل ديال الحكومه اللي هو مشكل رئيسي، عدم استباق هذه الاجراءات هذه والاستهزاء بهذا الفيروس في الاول بحكم ان اوروبا بعيده عن الصين وما الى ذلك، ولكن بينت ضعف الحكومه في اتخاذ قرارات مهمه جدا اللي هي مثلا هذا القرار ديال الخروج من الحجر كيفاش غيكون. انك اليوم تقول بانه اوكي فرنسا بؤره ديال الفيروس، ولكن تقول بانه في 11 مايو سوف يرفع الحجر عن المدارس، يعني ستضع 30 تلميذ في قسم واحد وعلما أن الأطفال يحملون الفيروس بشكل سليم، يعني ممكن أن الطفل ينقل الفيروس للدار، يعني عوض ما
يعني الحكومة بصراحة أرهصت في اتخاذ القرارات بشكل عظيم جدا الفرنسية هذه الحكومة هذه. إذا كاين فترة مخاض اتخاذ تدابير بيانسيو المخاض هو اللي جاي الأسبوع الجاي لأنه كاين تضارب كبير بين المنتخبين وبين أعضاء مجلس الشيوخ وحتى واحد ما باغيش البرنامج ديال الحكومة وبزاف ديال الحوايج. نعم نعم هو بصراحة نقاش شيق جدا برفقتكم ولكن طبيعة البرنامج ووقت البرنامج حتى هو ضيق بصراحة خاصنا نتكلموا بشكل أكبر وبشكل أوسع. غادي نرجع عندك يعني سيدة إيمان قبل أن نختم اللقاء يعني بصفة عامة ماذا يمكن أن يعني تصرحي لنا به فيما يخص المجال الإعلامي والتغطية للحدث كحدث والمواكبة الإعلامية للتصدي لفيروس كورونا وأيضا تعامل وتفاعل الأشخاص مع الوضعية الراهنة؟ أهم حاجة في الإجراءات الاحترازية التباعد الاجتماعي، يعني الحوار من على مسافة آمنة. فعلا زي ما قالت حنان الكمامة مش كل حاجة، مش كل شيء، في ناس بتلبسها وبينتقل لها العدوى او هي بتنقل العدوى. فعشان كده اهم حاجه مسافه الامان زي ما بنقول، وانا بجري حوار وانا بشتغل وانا في الميدان وانا في مكتبي، كلنا كل الناس وهي بتتعامل في المجتمع لازم يبقى في مسافه امنه من كل فرد والتاني. دي اهم حاجه لازم تكون الخطوه رقم واحد في ثقافه التعامل مع فيروس خطير وغير مرئي. في المجال الاعلامي زي بالضبط زي ما بنقول المجال الصحي الجيش الأبيض، لازم هنشتغل ولازم هنواجه ولازم هنكون جزء كبير في توعية المجتمع للفيروس الخطير دوت. فلن نتوقف مهما حصل، لن نتوقف، هنمارس عملنا وهننزل وهنشتغل، سواء الجزء اللي بيمارس شغله من البيت، سواء الجزء اللي بيمارس شغله من العمل أو الأماكن الميدانية. لازم كل شيء هيتابع، كل التفاصيل المجتمع بيهمه جدا التفاصيل، الانتقال ازاي، العدوى ازاي. حتى الان رغم المده دي كلها من اول ما بدايه انتشار الفيروس حتى الان برضو كل يوم لازم يتقال تفاصيل جديده، لان كل اراء العالم الطبيه سواء من اول منظمه الصحه العالميه لكل الاطباء المتخصصين في كل المجالات كل يوم تقريبا في راي، وكل يوم بيختلفوا مع بعض، وكل يوم بيطلع اراء جديده سواء من حيث المواجهة الصحية ازاي، المواجهة الاحترازية ازاي، ومن حيث المناعة. أطباء المناعة دلوقتي ومسؤولين عن المناعة عليهم جزء كبير جدا في توعية المجتمعات والناس تواجه ازاي فيروس زي دوت بتقوية المناعة، خصوصا ان اول حاجة بيخترقها الفيروس الأماكن البشر الأقل مناعة. أكيد أكيد بالضبط أكيد. منال يعني قبل أن نختم بصورة عامة يعني ما هو تصورك تجاه الأزمة، خاصة وأنه كما قلتي يعني الشعب اللبناني كان أوعى بكثير من المساطر والإجراءات ربما التي قد تتخذها الدولة، فنظرتك القريبة وليست البعيدة عن يعني كيفية التعامل مع هذه الضائقة العالمية ومع الظروف الخاصة التي تعيشها لبنان؟ هلا هو بالحقيقة رح تكون تمني أكتر من نظرة، لأنه هلأ نحن صرنا محجورين تقريبا من أول أدار يعني مارس، فبتحس إنه الشعب اللبناني بلش يختنق شهرين بالبيت، يعني إنه العالم خلص بدها تروح تظهر وخلص، انه نحن التزمنا شهرين وما صار لنا شيء وقدرنا حصرنا العدد، ومنظمات عالمية عم بتتغنى بلبنان وكيف قدر الشعب اللبناني انه يحصر كورونا وفجأة نحن ننتشر وينتشر معنا الفيروس. هذا اللي انا خايفة منه صراحة، يعني خاصة انه مثل ما سبق وذكرت انه ما في هالاجراءات مثل الدول الاوروبية مثل الدول فعلا متقدمة. عم بحكي عن اجراءات للدولة يلي عم بتعقم كل شيء، عم تنتبه، عم بتحط اشارات، عم تعمل، عم بتشيل، عم يعني ماشي الدولة الى جانب المواطن. نحن لا، هون المواطن ماشي الى جانب نفسه، يا ربي نفسي، انا خايف على نفسي، انا ملتزم بحالي.
بدي أتمنى هذا تمني إنه نحن كشعب نكفي وما نستهتر ونقطع هالشهرين بعد على خير، مع إنه مثل ما قالت إيمان كل شوي بتطلع دراسة جديدة، كل شوي بيطلع لنا اقتراح جديد. كورونا بينتهي بحزيران، لا رح يضل سنتين. أنا مع مجموعة من الإعلاميين بجروب واتساب عم نحكي إنه يا جماعة يمكن نضطر نعود للحياة العملية مع كورونا لمدة سنتين، ما بدنا نعمل. فكل شوي بتطلع خبرية من هون. الله يا ملا ساعتين قلت له ساعتين ربنا الوحيد اللي قادر انه يساعدنا ويقوم فينا من هالمصاب الأليم اللي كل الكرة الأرضية للأسف مهتزة فيه. وآخر شيء بقول لك، أول ما تخلص كورونا بدنا نقطع تيكت ونروح الحنان. تعالوا تعالوا. مرحبا مرحبا بالجميع. مرحبا كل فرح. أنا وسالت أنا وسالت أنا كثير انبسطت أن حكيتكم اليوم، ولا أهدى من هيك. إيمان حبيبة قلبي ولا مرة نزل على مصر، بتشرف كمان نشوفك إن شاء الله يا رب هيك نقعد. جيبوا لي بس كمامات معاكم يا بنات، واحدة من المغرب واحدة من لبنان واحدة من مصر. رحيلي رحيلي عندك مفرورة مصر بتبعكم طيارات عليزي. إن شاء الله إن شاء الله. صراحة تشرفت كثيرا معرفتكم، شكرا جزيلا على هذه المناقشة الرائعة، لدرجة أنه يعني بسخيت بهذه المناقشة زوينة بزاف. شكرا جزيلا لكم طبيعة الحال، ونلتقي بإذن الله في فرصة قريبة. أشكرك جزيل شكر حنان عبد الله صحفية بإذاعة مونت كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك، ونلتقي بإذن الله قريبا. شكرا لك حنان. شكرا لك. شكرا لك. أشكر أيضا صحفية منال سعادة صحفية براديو دلتا ومجلة سيدتي، شكرا جزيلا لك منال، ونلتقي بإذن الله قريبا. مرحبا بك في المغرب وقت ما شئتي، أهلا وسهلا كيف ما تنقولوا في البلاد عندنا، على رأسنا وعينينا ضيافتك لالا، مرحبا بك. أيضا كنشكر بطبيعة الحال الصحفية إيمان عبد الهادي، وهي مساعد رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائية ومؤسسة تابعة لمؤسسة أخبار اليوم، شكرا جزيلا لك أستاذة إيمان، ومرحبا بك أيضا في المغرب وقت ما شئتي، ضيافتك على رأسنا، وغنكونوا متشرفين أنك تكوني معنا إن شاء الله بإذن الله. مصر والمغرب واحد، ومرحبا بكم جميعا قريب إن شاء الله في مصر إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، ليلة سعيدة، وكنشكركم بزاف على المشاركة الطيبة. رمضان كريم. شكرا. والله أكرم. شكرا جزيلا لكم. طبيعة الحال مشاهدينا ومتابعينا، كان معكم ثاني عدد من برنامج الواقع هو هذا. شفنا الواقع بأعين عديدة، شفنا الواقع من فرنسا، وشفنا الواقع أيضا من مصر، وشفنا الواقع من لبنان، وكان كما كنقولوا الفوكس ديال الواقع من المغرب. تحية كبيرة لكم وشكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. كنشكر كريم نايتسي اللي رافقني اليوم في الإخراج وفي مونتاج وفي تنسيق الحلقة. شكرا لكم أوفياءنا الكرام، أعود وألقاكم بإذن الله في فرصة قريبة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.